مرحبا بكم في قناتي جيجا بيوتي. أتمنى أن يكون الجميع بخير. قبل أن نبدأ في هذا الفيديو الجديد، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا الضغط على لايك. في أجل أقصى 30 جوان، وزارة التعليم العالي تطالب رؤساء المؤسسات الجامعية بمعلومات عن عمل لجان السكن الخاصة بالأساتذة الجامعيين. راسلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رؤساء مؤسسات التعليم العالي مطالبة إياهم بتزويدها بمعلومات عن عمل لجان السكن الخاصة بالأساتذة الجامعيين، وذلك من أجل أقصاه يوم الخميس 30 جوان 2022. وذكرت الوزارة في مراسلتها معنونة ببرامج السكنات المخصصة للأساتذة الجامعيين في إطار متابعة سير ملفات السكن الخاصة بالقطاع، وقصد الحصول على كل البيانات الخاصة بلجان السكن وعملها. يشرفني أن أطلب منكم تزويدنا بالمعلومات المطلوبة في أجل أقصاه الخميس 30 جوان 2022، كما أعلمكم بأنه يجب تحيين المعلومات المتعلقة بلجان السكن وعملها بشكل مباشر. وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان قد أكد في تصريحات له الخميس الماضي خلال جلسة علنية خصصت للرد على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني أن قطاعه يسعى جاهدا إلى تمكين الأساتذة الجامعيين والباحثين الدائمين من الاستفادة من مختلف السياق السكنية. وأضاف بأن المصالح المركزية بالقطاع باشرت بالتنسيق مع السلطات الولائية في إحصاء عدد الأساتذة الجامعيين الذين تقدموا بطلبات السكن بمختلف السياق، سواء في إطار الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، أو في إطار السكن الترقوي العمومي أو السكن الترقوي المدعم، أو الحصول على قطع أرضية لبناء مساكن من أجل التكفل بانشغالهم والتسريع من وتيرة تسليمهم هذه السكنات. وكشف بن زيان بلغة الأرقام عن استفادة القطاع مؤخرا من حصة سكنية قدرت ب 5046 وحدة في إطار السكن الترقوي العمومي، وأنه تم إرسال القوائم إلى وزارة السكن قصد تجسيد الاستفادات. وأضاف بأن الملف يبقى مطروحا بالنظر إلى الأعداد المعتبرة من الأساتذة الذين يتم توظيفهم كل سنة. وأضاف بأن دائرته الوزارية تسعى لاقتراح صيغ تحسن من وضعية السكن بالنسبة للأساتذة، وذلك في إطار مراجعة القانون الأساسي للأستاذ الباحث والباحث الدائم. اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. انشروا الفيديو لتعم الفائدة. انتظروني في فيديو جديد بحول الله.